قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. فالسنة وحي من الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا فقال: إنما مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو إنسان وضع إصبعه في بحر، بما يرجع هذا الصباع المبتل؟ بشيء بأقل القليل. إن مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الله عز وجل قسم الأرزاق قبل أن يولد، قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، كما قال النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير العباد إلى قيام الساعة. فلا ينشغل الإنسان بالكسب عن طاعة الله عز وجل. الله عز وجل أمرك بالسعي، وليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن لا بد أن تقدم أمر الله عز وجل على كل شيء. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين، هو الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الدنيا في كتابه الكريم، يبين حجم هذه الدنيا وضآلتها. ضرب لنا أمثالا سبحانه وتعالى، قال عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا النبات بعدما اشتد عوده وقوي فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أي هكذا يا ابن آدم تخلق ويقوى عظمك، ثم تموت ويبلى هذا العظم. ذكر الله عز وجل في سورة عبس تاريخ الإنسان في هذه الدنيا، ما يمكث الإنسان في هذه الدنيا. اختصر الله عز وجل حياة الإنسان في 3 آيات، قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، قضي الأمر. ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون أطوار الجنين في بطن أمه، كيف يتحول الإنسان من ماء مهين مختلط بين ماء الرجل وماء المرأة إلى علقة، ثم مضغة، ثم تنبت هذه العظام، ثم تكتسي باللحم. هذا حال الإنسان في بطن أمه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه بداية الخلق، آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قرار محكم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ماذا؟ أين الدنيا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قصيرة هذه الدنيا إلى هذا الحد. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أين الدنيا؟ أين الدنيا التي يتصارع عليها الخلق؟ قال الله عز وجل في شأنها في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار في هذه الآية مقصود بهم الزراع الذي يكفر الزرع أي يغطيه يكفر الحب. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. أين هذا الزرع الأخضر القوي؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله عز وجل الذي خلق الإنسان ويعلم تكوين هذا الإنسان حذره أيما تحذير من هذه الدنيا، حذره أيما تحذير من فتنة المال ومن فتنة الجاه والسلطان. أول ما يتخلى عنه الإنسان أو يقف بين يدي الله عز وجل يؤنب نفسه وينعى ماله وسلطانه. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، لا يا ليتني ما رأيت صحيفتي ولا رأيت أعمالي، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، هلك عني سلطاني. سن ربما يوليه الله عز وجل منصب من المناصب كما نقول بجرة قلم يرفع ويخفض، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، أين هذا المال وأين هذا السلطان؟ قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال لهم: يقول العبد مالي مالي، عمال ينعى ويتكلم عن ماله وجاهه، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ماذا تستفيد من كل هذه الأموال؟ لقمة. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبثت فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الله عز وجل الحكيم الخبير علم أن الإنسان سيسعى وراء هذه الدنيا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يا نفس قد أذف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يحملن عليك من الثرى ثقل ثقيل. أحبتي الكرام، بين يدي الموت لا بد أن يقف الجميع، يقف مع نفسه ويعلم أنه إن كان يبكي على عزيز له اليوم أنت غدا سيبكى عليك أنت، كل ناع فسينعى، كل باك فسيبكى، كل مزخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وللآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لها وارحمها، عافها واعف عنها، أكرم نزلها ووسع مدخلها، جاف الأرض عن جنبيها، زد في حسناتها، وتجاوز عن سيئاتها، باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
اغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد، افسح لها في قبرها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا لها ولجميع موتى المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله. شكرا للشيخ سيد موسى على سيدنا وطيب 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 و